مشاركة نسائية كبيرة تشهدها الانتخابات النيابية المقبلة في مملكة البحرين. سألنا الجمهور هل بتصوت للمرأة أم الرجل في الانتخابات النيابية المقبلة؟ أنا أقول المرأة، لأن الرجال يبي مصلحة المرأة، بتوقف مع الرجال. الرجال مع الرجال ما يوقفون، ما حد يقص على الثاني يقول لك أنا بوقف وأنا بوقف مع الرجال، ما في، المرأة بتوقف معها. طبعا العنصر النسائي حضوره جيد السنة في انتخابات 2022، وهم يعني ما نبخص في حق أي أحد. طبعا في ميزة بين العنصر النسائي وفي ميزة بين العنصر الرجالي، ونتمنى التوفيق للجميع، وكلهم كف، فيهم اللي دارسين دراسات عليا دكتوراه، وفيهم اللي عندهم تخصصات. للأمانة يعني برلمان 2022 من المتوقع أنه يكون أقوى برلمان على مستوى مملكة البحرين من 2002. يعني ما في فرق بين الرجل والمرأة، طبعا أنا أروح أصوت حق الأكفأ، يعني إذا كانت مرأة ولا رجل. ما أقدر أقول من الأكفأ، الرجل والمرأة مكملين لبعضهم بعض. أنا دائما أقول المرأة نصف المجتمع، إذا حطت المرأة يدها مع يد الرجل جنبا إلى جنب وفيها كفاءة، كفاءة الرجل على كفاءة المرأة، يتعاونون مع بعض. صراحة المرأة أقوى يعني في المجلس. وللمرأة دور كبير في السلطة التشريعية، خلونا نتعرف عليه. غينا، رأيك في مساهمة المرأة في العملية التشريعية؟ طبعا المرأة البحرينية يعني كان لها دور وبقوة في السلطة التشريعية من خلال ممارسة دورها سواء التشريعي أو الرقابي في مجلسي الشورى والنواب، فكان لها دور جدا بارز، ابتداء طبعا من دورها المهم اللي هو التشريع من خلال دراسة القوانين في اللجان، وانتهاء طبعا بمناقشتها في المجلس، أيضا من خلال اقتراح القوانين أو تعديل القوانين. فهذه الدور المميز اللي لعبتها المرأة البحرينية في السلطة التشريعية ساهم في تطوير التشريعات البحرينية بالعموم، يعني سواء المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو الاقتصاد أو القوانين الجنائية وغيرها الكثير من التشريعات. وفي ظل هذه المشاركة الكبيرة، هل للمرأة حظوظ في الانتخابات النيابية المقبلة؟ في بعض الدوائر اكتسحت الوجوه النسائية مثل ما احنا شايفين يعني، فأعتقد أن هذه أيضا بالتالي راح تكون النتيجة إيجابية لصالح المرأة أو لصالح بعض النساء. الأمر ليس بغريب على المرأة البحرينية، يعني من بدايات العمل السياسي وجدنا المرأة البحرينية حاضرة وبقوة في مختلف الميادين وليس فقط في البرلمان، وأعتقد أن هذه السنة ستكون حظوظ المرأة البحرينية أقوى ودورها سيكون أكبر بإذن الله، وإحنا كلنا ثقة بقدراتنا الوطنية. سواء امرأة أو رجل، القرار بالأخير بيد الناخب البحريني، والتصويت يوم 12 نوفمبر سيكون للأفضل، لأننا جميعا نصوت للبحرين.